إذا للوقوف عند الفشل الحكومي والنفوذ الإيراني في ظل غضب عربي وغربي من خطوات التقارب التي يزيد السودان وتيرتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، مرحبا بكم. يعني السوداني وعد أمام الوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالمضي بالعراق نحو الاستقلال والازدهار، هكذا هو قال، ولكن هناك من يجلس على جانبيه زعماء الميليشيات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإيران. كيف قرأتم دكتور هذا المشهد؟ نعم، شكرا لكم. معلوم أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني هو جزء من الإطار التنسيق الحاكم بزعامة نوري مالكي. نعم. وبالتالي لا يمكنه حتى الآن بعد مضي قرابة 4 أشهر على يعني تسممه لرئاسة الوزراء، لم نرى حتى الآن خروجا واضحا من مجمل سياسات الإطار التنسيقي. وبالتالي من يعول على تغيير يعني بسياسات السوداني ربما لا يعرف خلفية الموضوع، على اعتبار أنه يمثل سياسات الإطار التنسيقي. والإطار التنسيقي كما معلوم هو واضح الولاء لقوى غير يعني وطنية، ولاءها في الغالب لإيران، وعليه أعتقد أنه هذا الأمر من يريد أن تتغير البوصلة في العراق بمجرد خطابات وردية أعتقد أنه لم يفهم المشهد العراقي. أظن أن الحالة العراقية ومنذ انسحاب التيار الصدري دخلت في ربكة سياسية، وبالتالي نرى أن زعيم الإطار التنسيقي نوري مالكي أصر حتى قبل يومين على أن قضية حتى الذهاب إلى انتخابات مبكرة هم يعني غير مهتمين بها، وبالتالي أتصور هم اليوم ماسكون لدفة الحكم بشكل كامل في العراق، وعليه أعتقد أنه الأمور ستبقى في العراق على هذا الاتجاه المقلق من النواحي الأمنية والسياسية. وما جرى أخيرا في قرية الشيايلة في ديالى أظن هو إثبات حقيقي على أن الحالة الأمنية حالة هشة وبحاجة إلى حكومات قوية غير مجاملة للقوى الخارجة عن إيقاف. ولكن دكتور، يعني السوداني يقول إن العراق تجاوز المحنة على الرغم من أن وفد حكومته الذي ذهب إلى واشنطن قد هذه الزيارة قد فشلت بشهادة المراقبين. على أي طرف يراهن السوداني؟ هل يراهن على الولايات المتحدة أم على إيران؟ أظن أن السوداني يراهن بشكل كبير على النفط العراقي. نعم. وبالتالي يعني هو لم يحصل حتى الآن حتى على موعد لزيارة واشنطن. كل الكلام الذي قيل أن هنالك ترتيبات لزيارة السوداني إلى البيت الأبيض نفتها واشنطن، وعليه حتى الآن، وهذا ربما ما لم يحصل مع أي رئيس وزراء سابق في العراق منذ عام 2005 ربما، وعليه أعتقد حتى الآن لا يوجد إذن أمريكي أو وعد أمريكي بزيارة للسوداني إلى البيت الأبيض. هذا من جانب. من جانب آخر، الربكة الاقتصادية، ورأينا كيف أن البنك الفيدرالي الأمريكي لم يجتمع حتى مع يعني مسؤول البنك المركزي العراقي في بغداد، وإنما كان اجتماعهم في إسطنبول، وأعتقد أن هذه رسالة كبيرة. كان يفترض أن يكون اجتماع في بغداد أو في واشنطن، وعليه حينما يكون في إسطنبول أعتقد أن هذا رسالة واضحة من البيت الأبيض على أن حكومة بغداد تعدت الخطوط الحمراء في اتفاقيات ربما مع الصين، ربما مع بعض الدول الأوروبية، على اعتبار أن واشنطن هي التي رتبت عموم المشهد السياسي العراقي، وهي تريد أن تجني على الأقل ثمار ما قدمته بين هلالين من تضحيات في العراق. إما أن يكون هذا الأمر لدول أخرى غير أمريكا، أعتقد أن هنا تكون الفاتورة باهظة، وبالتالي الخطوة الأخيرة التي ربما سيتم الدفع بالنفط العراقي
العملة الصينية، أعتقد أن هذه ستزعج واشنطن كثيرا، وربما سنشهد في الأيام القليلة القادمة يعني تأزما جديدا في العلاقات التي تديرها اليوم السفيرة الأمريكية بشكل واضح. نعم. ورأينا كيف أنها في العقد الأخير كانت واقفة وكأنها هي الموجه لشركات أو للجانب الحكومي العراقي للتوقيع مع شركات أمريكية لترتيب القطاع الكهرباء في العراق. أظن أن أمريكا تمسك العصا من المنتصف. نعم. مرة هي تشد ومرة هي تضغط من يعني من جانب السفيرة الأمريكية، وفي جانب آخر تقول أنها غير متدخلة في الجانب الاقتصادي العراقي، وأن العراقيين أحرار في يعني استلام أموالهم وتسليمها إلى من يريدون، لكن الحقيقة كما تعلم هي غير ذلك. البنك الفيدرالي الأمريكي متحكم تماما بواردات النفط العراقي، وأعتقد أن محاولة بغداد للتفلت من ضوابط البنك الفيدرالي الأمريكي أعتقد أنه غير ممكن، وبالتالي أتصور أن حكومة السوداني تعول على أمر هو ليس بيدها، الأمر هو بيد واشنطن، وبالتالي أرى أن المرحلة القادمة ستكون محرجة جدا، وربما ستشهد بعض التشنجات، وبالذات مع بدء الحديث عن احتمالية عودة الصدر إلى المشهد السياسي، وربما هذا يكون بتنسيق مع واشنطن. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لكم.